في سابقة تعد هي الأولى في تاريخ الشركة. إنفيديا تتخطى حاجز 3 تريليون دولار، وتتجاوز أبل. الشركة التي أسست عام 1991 تمتلك ما يقدر بنحو 80% من حصة السوق في شرائح الذكاء الاصطناعي، لتستفيد من السباق بين شركات وول ستريت العملاقة وتسيطر على تكنولوجيا AI، وبذلك تحتل إنفيديا المركز الثاني عالمياً بعد شركة مايكروسوفت.